مرحبا واهلا وسهلا فيكم والسلام للجميع. اليوم راستي اليوم بدنا نحكي عن 20 شغله لما تيجي على كندا لازم تنتبه وما تحاول تساويها. شغلات مهمه جدا يمكن تكون في بعض البلدان عاديه في كندا الممنوعه، فانتبهوا خليكم معنا بعد الرابط. اول شغله ما تحكي اشي سيء عن الهوكي. لعبة الهوكي هي اللعبة الرسمية او مش الرسمية، هي اللعبة الاكثر محببة في كندا وكل الكنديين بحبوها، ومعظم الكنديين يعني بتركوا كل اشي عشان يحضروا لعبة الهوكي على التلفزيون او روح يحضروها لايف. فانتبهوا انكم تقولوا لعبة الهوكي مثلا لعبة مش حلوة، لعبة اجرامية، لعبة بصير فيها ضرب هجومية، يعني كونوا منتبهين. الشغلة الثانية اللي هي الأسلحة، الويبنز. الأسلحة صعب ترخيصها في كندا، مش زي الولايات المتحدة الأمريكية. فإذا أنت عندك سلاح في أمريكا لا تجيبه معك على كندا، لأنه ممكن يعتقلوك. نعم بيكون هذا السلاح أوكي في أمريكا، بدوش ترخيص أو ترخيصه سهل. في كندا لا يمكن حيازة الأسلحة بشكل عام إلا إذا عندك ترخيص، والترخيص بيكون عنده يعني 100,000 طريقة أو 100,000 خطوة عشان توصل لهذه المرحلة. فالأسلحة إشي مهم إنك تبعد عنها. برضو بدك تنتبه من موضوع السكان الأصليين. السكان الأصليين هم الناس اللي كانوا موجودين هون، إحنا بنسميهم الهنود الحمر. كلمة الريد انديانز بتكون اجريسيف بالنسبة لهم، فما تحكي ريد انديانز، عادة بسموهم انديجينس بيبول. انديجينس بيبول أو ابوريجينال بيبول بدك يعني حسب التسمية فيها. فأنت حر بس ما تسميهم ريد انديانز، بيعتبروها هي كلمة مش كويسة أو بتحززوا منها. موضوع الانديجينس حساس كتير 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 في كندا، فبدك تنتبه على هذا الموضوع وما تحاول تخوض فيه بدون ما تكون عندك معرفة سابقة ومعرفة بالتاريخ واللي صار فيهم، لأنه فعلا هم تعذبوا لما اجوا الناس على كندا أو الإميجرانتس وبدأوا يأخذوا أراضيهم ويقتلوا فيهم. فالتاريخ يعني لازم تقرأه عشان يكون الموضوع منتبه له. موضوع زواج المثليين والمثليين برضو موضوع حساس كتير في كندا. يمكن في المجتمعات العربية احنا شوية نحكي عن هذا الموضوع بقوة، لكن لما تكون مع كنديين وخاصة مع سياسيين لازم تكون حذر في هذا الموضوع، لأنه برضو الموضوع حساس كتير. المثليين لهم حقوق كثيرة في كندا، وموضوع الزواج صار مصرح الآن، فبدك تكون منتبه في الكلام عن ضرب الأبناء. ضرب الأبناء مشكلة كبيرة، أو تعذيبهم أو استخدام أسلحة، مثلا استخدام قشاط أو استخدام حذاء تضربه ويعلم عليه. لما يروح على المدرسة وشافوه أصحابه أو شافته المعلمة، ايزي انه الولد ما يرجع البيت ويجيك الشرطة ومعهم الـ child protection، يعملوا معك تحقيق ومع زوجتك وكل واحد لحاله. الموضوع كبير كثير كثير، وفي ناس كثير فقدوا ابنائهم من وراء سخافة ضربة بسيطة على شغلة تافهة. فانتبهوا كثير من موضوع ضرب الابناء، ممكن تعاقب ابنك بطريقة او باخرى، تأخذ منه الايباد، تحرم عنه مثلا مصروف ليوم يومين. في أمور كثير ممكن تستخدمها بطريقة عقلية، بس انتبهوا من موضوع الضرب خاصة في الببليك. لما تكونوا في الشوارع بتشوف عرب عم بضرب أولادهم في الشوارع، فهذا على السريع راح يتصلوا في الشرطة الناس وبلغوا عنك، فلازم تكون حذر في هاي النقطة. ضرب الزوجة كمان نفس الاشي، كتير بصير عنف أسري في دولنا، وموجود هون طبعا، وحتى مش بس بين العرب، بين الكنديين وبين أقليات أخرى. لكن موضوع الضرب أو العنف الأسري كتير 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 عليه عين في كندا وبيهتموا فيه كتير. فإذا لا سمح الله يعني صارت حالة زي هيك،
حاول انك، او صارت مشكله بينك وبين زوجتك، حاول انك تحل المشكله بطريقه وديه. حتى لو ما قدرت تحل المشكله، ممكن تدخلوا شخص ثالث، او يعني الانفصال بطريقه سلسه وجميله، ونضلنا فريندز واصدقاء وما عندنا مشكله، خاصه اذا عندكم ابناء. فما في هذه النقطه. النقطه اللي بعدها والنقطه السابعه اللي هي الهراسمنت او التحرش. بدك تنتبه كثير من موضوع الهراسمنت، لانه التحرش في كندا مش بس انه والله مسكت واحدة او واحد من مكان جنسي او على العضو الجنسي، لا، التحرش ممكن يكون باللفظ. ممكن تيجي تحكي لواحدة مثلا كلمة ما تعجبها وتكون هاي بالنسبة لها تحرش، او لصديقك في العمل وتكون، او صديقتك في العمل يكون هذا تحرش. ممكن مثلا تيجي عليها تعبطها مثلا وهي ما بدها، حنحكي عن هاي النقطة في نقطة ثانية، ممكن تعتبرها تحرش وتروح تشكي عليك. فبدك تكون منتبه مع مين الأشخاص اللي خاصة بيصير معك body contact أو تلامس جسدي. هذا مهم جدا، لأنه كتير الكنديين حريصين على هاي الشغلة، وهلأ هم طيبين وجيدين، لكن ممكن تعتبر هاي النقطة إنها تحرش. فانتبه يعني من موضوع التحرش، لأنه موضوع حساس جدا. هلا النقطة الثامنة اللي هي ترك الأولاد في السيارة. بتشوفها كتير في حالات إنك بتروح على مول مثلا أو على سوبر ماركت، الأب بكون بده ينزل يشتري له علبة دخان أو علبة حليب أو whatever، فالموضوع كله دقيقتين، برا الدنيا تلج وبرد، بترك الأولاد في السيارة وبنزل. هذا ممنوع منعا باتا. إذا الطفل عمره أقل من 12 سنة، لازم 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 تنزل الأبناء معك، بغض النظر شو السبب أو المدة، لازم تنزل الأبناء معك. فإذا شافوا الكنديين على السريع بيتصلوا بالشرطة، بيجوا بيكسروا الباب أو بيكسروا الزجاج وبيطلعوا الولد، والله أعلم يرجع لك الولد ولا لا. فانتبه من هذا الموضوع، الموضوع حساس جدا، عدم ترك الأبناء في السيارة وعدم ترك الأبناء في البيت كمان. هاي نقطة إنه ترك الأبناء في البيت بدون ما يكون معهم واحد كبير، وخاصة إذا أعمارهم أقل من 12 سنة، إشي كتير حساس بالنسبة للكنديين، لأنه إذا صار حريق أو صار إشي ما بعرف شو يسوي. عشان هيك في كورس اسمه هوم ألون، أنا الوحيد في المنزل أو وحيد في المنزل، تعطيه للولد، بعلم الولد كيف يصير أو كيف في الحالات الطارئة يتصرف، مين يتصل 911، بعطوه كل هاي الشغلات. فيعني يكون حريص على الموضوع. الآن موضوع الهدايا أو الرشوات، بدنا نحكي هل تعتبر رشوات ولا لا. بدك تنتبه، لأنه الهدايا مثلا لصديق إلك ما في مشكلة مدام ما في بينك وبينه مصلحة، لجارك ما في مشكلة، بس إذا كانت هاي الهدية لواحد أوفيشال أو واحد بيشتغل في الحكومة، فقد تعتبر رشوة وتحطك وتحطه في مأزق أنت لست في حاجة له. فلا تروح والله تعطي هدية لشخص بدك منه شغلة، خاصة إذا كانت شغلة من قبل الحكومة. الناس تهدي بعض ما في مشكلة، مدام هو صديقك أو أستاذك أو معلمك أو زميلك في العمل، مدام ما في بينك وبينه أي شيء ما في مشكلة. الآن أماكن إيقاف السيارات، للأسف إيقاف السيارات لها قوانين كثير، يمكن نعمل حلقة عنها لأنه هذا مهم جدا. بس في مكانين مهمين جدا اللي هو معظم الأجانب بخربطوا فيهم، اللي هو مكان ذوي الاحتياجات الخاصة، بيكون محطوط عليه علامة زرقاء وواحد مقعد، بتكون تنتبهوا أنه ما توقفوا عليه إلا إذا كان معكم تصريح بذلك. تأخذ التصريح من قبل الدكتور، الدكتور بودي رسالة المرور والمرور بعطيك هذا التصريح. أو المكان اللي بيكون مخصص للحوامل والنساء اللي معهم عرباي، مش للفاميليز. هذا يا جماعة مش عشان عندك أولاد بتوقف عليه، لا، لازم يكون يا إما مرأة حامل أو عندها على العلامات هاي، بتكون على الأرض. هلا لما يكون في تلج عادة ما بتكون واضحة، بس بيكونوا حاطين برضو أرمات، فانتبهوا لهذا الشغلة، لأنه عادي أن تدخل على السوبر ماركت تطلع ما تلاقي السيارة، بكون ساحبينها. وروح دور على سيارتك وادفع بدل سحب سيارة ومخالفة. الأماكن اللي ممنوع توقف فيها السيارة اللي هي أمام مدخل الكراج تبع أي ناس، زي ما أنتم شايفين مثال هون مدخل كراج لجيراني، وهون في مكان ممكن تصف فيه، وهون في مدخل كراج وهون في مكان تصف فيه. فالمكان هذا ممكن تصف فيه، المكان هذا ممنوع،
هذا المكان اذا وسعت السياره بتصف وهذا المكان ممنوع، فبدك تنتبه على الاماكن اللي بتصف فيها، لانه عادي يعني بتصل بسحب السيارات بيجي بسحب السياره بعطوك مخالفه، فلازم تنتبه على المكان اللي بتصف فيه السياره. اجين حكينا انه مكان اصطفاف السيارات طريقه صفها بدنا نحكي عنه لانه مهم جدا، هنحاول نسوي فيديو ان شاء الله عن الموضوع ونورجيكم حالات حيه. الآن في كندا لا تحاول إنك تحكي عن موضوع المرأة والرجل وإنه المرأة أقل من الرجل أو المرأة لازم تجلس في البيت والرجل، الموضوع كتير حساس عند الكنديين، والمرأة عندها قوانين زي الرجل، بتشتغل وبتعمل وبتروح وبتيجي نفس الأعمال ونفس الأشغال، ف يعني الموضوع شوي حساس. لرقم 13 اللي هي احترام الثقافات والأديان الأخرى. احترام الثقافات والأديان الأخرى إشي مهم جدا خاصة في المجتمع الكندي، كل واحد يحترم ديانة الآخر، لكم دينكم ولي دين، فانتبه كتير في الموضوع، ما تحاول إنك تخوض في هذا الموضوع إلا إذا أنت كنت مع أصدقائك وأصحابك وحاولين تناقشوا موضوع بشكل ودي، لكن لازم تحترم أديان الآخرين بغض النظر عن معتقدهم، لأنه قانونيا الجميع هنا في كندا لهم حرية الاعتقاد الديني، والعادات والتقاليد بدك تنتبه عليها بحيث أنك ما تفرض عاداتك وتقاليدك عليهم ولا أنك تحتقر عاداتهم وتقاليدهم. مثلا شفتهم بوكلوا شغلة مش زاكية أو مش حلوة أو مقرفة، ما تحكي هذا الشيء في العلن، احتفظ فيه لنفسك وانت حر، يعني ما في داعي انك تحكي عن الموضوع هذا لانه الموضوع كتير كتير حساس وممكن يدخلك في متاهات ومشاكل. الان دائما 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 احكي thank you sorry. الكنديين من الشعوب المشهورة في موضوع كلمة sorry، يعتبروا من حكينا الشعوب الاكثر بسموهم لطفا، لأنه على كل إشي بيحكوا سوري سوري سوري، فكون دائما لبق مع الناس. لما ما تحكي thank you مثلا رحت على بقالة أو على محل وشريت شغلة أعطيتها فلوس وأعطيتك الأغراض وما حكيت thank you، بتشعرك إنك أنت يعني عفوا متخلف، يعني إيش ما ليش، يعني مع إنه هذا شغلها واجبها، لكن دائما يحكي thank you. علم أولادك يحكوا thank you وسوري إذا صار سووا إشي أو سووا مشكلة، حتى لو ما سووا يعني شغلة بسيطة عادة والله بدك تبعد له شوية بقول لك سوري، يعني خلص التلطف شيء جميل في هذا الموضوع. احترام الجيران مهم جدا جدا جدا، حنعمل حلقة عن احترام الجيران والإزعاج لأنه هذه شغلة جدا مهمة. احترام الجيران يعني من الشغلات المفيدة لك كمان، لأنه لازم تحترم جيرانك، ما تعمل إزعاج في البيت خاصة بعد ساعات معينة الساعة 11 بنحكي، فاحترام الجيران وتواصلك معهم شغلات مهمة جدا، فدائما حاول إنك بأعيادهم بأوقاتهم. يعني أنا هون عندي جيراني من الهند عادة بس أعرف إنه في عندهم عيد أو إشي بروح عليهم بسلم عليهم، في جيرانهم من سلوفينيا برضو بشوف الأعياد تبعتهم بحاول إني أعيد عليهم في أعيادهم وسلم عليهم، هم نفس الإشي بيسووا، يعني بتصير الموضوع تبادل، ابني لا سمح الله بده شغلة بروح عليهم بقعد عندهم، فالموضوع بيصير ودي كثير. هلأ النقطة 16، لا تسأل الكنديين عن توجهاتهم السياسية إلا إذا هم نفسهم حبوا يحكوا أو هم خاضوا في الموضوع. عادة السياسيين أو الكنديين ما بيحبوا يحكي لك لمين هو مين هو انتخب أو لأي حزب هو صوت، بيعتبروها شغلة برايفت أو شغلة خاصة فيهم، فانتبه كتير على الموضوع، ما تخوض في هذا الموضوع. إذا حاب تحكي بالسياسة عامة عادي ما في عندك مشكلة، بس انتبه الشخص اللي قدامك بيحكي أو بيشجع أي حزب أو بيصوت لأي حزب، لأنه قد يكون متعصب للحزب وتصير مشكلة. تعرف السياسة دائما بتدخلنا في مواضيع. النقطة اللي بعدها اللي هو حكينا عليها البيرسونال سبيس أو البابلز، هذا اللي بحبوه الكنديين. يعني احنا العرب بنحب الحركة الايدين وعادة بنلمس الجسم بنيجي بنبوس، لا الكنديين مش زي الاوروبيين، يعني اذا بتشوفه اول مرة او بتشوفها المصافحة اشي اوكي، يعني تصافح ايدك وايدها بكفي،
يعني إذا في مثلا بينك وبينه علاقة وبينك وبينها علاقة أكبر ممكن تحضنها وتحضنك، لكن بشكل عام الكنديين بيحبوا البيرسونال سبيس، هذا اللي هو بدي أحكي يعني مد الذراع حوالينك، ما تحاول تدخل كتير، ما تحاول تقرب عليه الوجه، يعني هاي الشغلات هم ما بحبوها، فانتبه منها كتير خاصة مع الناس اللي في الشغل عندك، تلمسه على كتفه مثلا أو على شعره يمكن يعتبرها زي ما حكينا تحرش، فانتبه من الموضوع كتير لأن الموضوع حساس. احترام الدور مهم جدا جدا جدا، ما تدخل في الدور هيك إلا أنت داخل، الموضوع كتير حساس عند الكنديين، ومهم أنك تحترم الدور لأنه الدور يعني عندهم دور في كل إشي، فممكن يستنى بالدور ساعة ما عنده مشكلة، المهم ما يخترق هذا الدور ويأخذ دور آخرين. النقطة اللي بعدها اللي هو لما تروح تأكل مع كنديين عادة بسموها داتش أو 50-50، كل واحد بيدفع عن حاله عادي ما في مشكلة، بتروح مع أصحابك 10-15، ما تخاف إنه والله حيدفعوني حق الفاتورة أو أنا حتبرع وأدخل وأقول لهم علي الفاتورة، ورح يقولوا احكوا لا علي الفاتورة، اوعى تسوي هاي الشغلات. الكنديين هون منفتحين بهذا الموضوع، بتروح 10-15 واحد مع أصحابك وأصدقائك والورك ميت اللي بيشتغلوا معك، بتروحوا على مطعم كل واحد بيدفع عن حاله اللي طلبه بيدفع عن حاله، عادة المطعم بيعرف وبعطيك فاتورة منفصلة أو بعطيك حسابك لحالك، فإشي طبيعي يعني. آخر شغلة اللي هي بدكم تنتبهوا عليها السرعة بشكل عام، السرعة بشكل عام إلها كل مكان، لكن عند المدارس وهاي النقطة الحساسة جدا 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 جدا، السرعة لا تزيد عن 30 كيلومتر في الساعة. موضوع السرعة عند المدارس كتير حساس، يعني ممكن تفقد نصف النقاط الموجودة عندك في الرخصة إذا أسرعت فوق 30 عند هذه المنطقة. منطقة المدارس منطقة حساسة جدا لأنه سلامة الأطفال مهمة، وهدول أبنائك وأبنائي، فانتبه على الموضوع وكون كتير حساس في هذه المنطقة. عادة بكونوا حاطين أنه من الساعة مثلا 7 للساعة 4 أو 5 أو 6 حسب المدرسة السرعة في هذه المنطقة بتكون 30 أو 40 حسب الشارع إذا one way ولا two ways، فانتبهوا كتير تكون سرعتك بطيئة جدا عند المدارس، حتى لو تأخرت شوي أفضل من أنك أول شيء سلامة الأطفال، والشغلة الثانية ما تخد لك مخالفة وتصير تقول يا ويلا. فهاي أهم 20 نقطة حبيت أركز عليها من الشغلات الموجودة في كندا، يمكن في غيرها وحنحاول نجمع بعض النقاط المهمة جدا. خليكم معنا في الفيديوهات، اعملوا شير لهذا الفيديو إذا عجبكم، اعملوا سبسكرايب ولا تنسوا تدعمونا باللايك، ويعطيكم ألف عافية وسلام. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل